القمر على الكعبة المشرفة، كيف هي وكيف بتكون؟ خلينا ناخذ مع ضيفنا الباحث الفلكي، مع الأستاذ همام ملهم الهندي، طبعا الباحث الفلكي قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز. أستاذ ملهم صباح الخير. صباح النور. حياك الله معنا. الله يحييك إن شاء الله. بس حول مكة، حتى ولو كان في جدة لا يمكن يلاحظ بشكل ملحوظ. أما خارج مكة في الرياض أو أي دولة تقدر تشوف القمر في تلك اللحظة، ممكن يحدد القطب. طيب الحمد لله، احنا كنا بنقول اذا في فرصه ممكن احنا نروح مكه ونشاهد هذا التعامد، لكن افضل يعني. لكن اسباب تعامد القمر على الكعبه المشرفه استاذ ملهم؟ طبعا اسباب التعامد هي الفكره ماخوذه من فكره تعامد الشمس على الكعبه، اعتمد انه الشمس بيختلف ميلانها، ففي فتره بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وأئمة الكتاب وآلهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الصورة التي وضعها العالم الفلكي ملهم هندي، ملهم القمر شروق الخميس، وهذا هو الكود من الموقع. المهم، فالمهم في الموضوع أردنا أن نبين المغالطة المكشوفة التي أتى بها ملهم هندي. هذه يقول أن هذا هو وقت المغرب، لماذا؟ لأن الإنارة موجودة وأن الشروق حصل قبل صلاة المغرب، إذن لأن قبل هذا الوقت. يعني الآن المغالطة المكشوفة أن هذا الوقت المشار إليه، وسوف تجدونه الآن، نكبر ونعرف ما هو الوقت. كما تلاحظون هو 5:49، نأتي عليه بأكثر من زاوية لنعرف. هذا الصورة 120، 150، نكبرها مرة أخرى
والآن تصاحبونها أنها هي الخمسة وتسعة وأربعين دقيقة. إذا هذه 45 دقيقة على حسب ما ذكره ملهم هندي هنا، يقول القمر له قطر زاوية نصف درجة. الآن لنلاحظ ما قاله، نلاحظ ما قاله ملهم هندي. هذا هو القمر، هذه هي الصورة. القمر له قطر زاوي نصف درجة، ونرى هنا أن القمر لحظة آذان المغرب في مكة، لكن هذه ليست لحظة آذان المغرب، وسوف نعرف متى كان آذان المغرب، ليس عند أخذ هذه الصورة. والذي يدل عليه الإنارة الخضراء على برج الساعة أن القمر مرتفع قدر 4 مرات منه، وهي تساوي درجتين، وكل درجة تستغرق متوسط 4 دقائق. أن القمر أشرق قبل 8 دقائق من الغروب يوم الخميس 13 محرم 6 نوفمبر 2014. طيب الآن عندما نذهب إلى تقويم أم القرى سوف نلاحظ هذا تقويم أم القرى في ست تقويم أم القرى هذا تقويم أم القرى 6 محرم 1436 مكة المكرمة. مكة المكرمة المغرب كان 5:39، المغرب 5:39 كما تلاحظون مكة المكرمة. أوكي. الآن إذا لاحظنا الصورة عند أخذ هذه الصورة لم يكن 5:39، كانت الساعة الآن 5:49، وهنا للتأكيد 5:49، فكلما كبرنا تلاحظون 5:49 إذا عند أخذ هذه الصورة، بينما الوقت الصحيح لصلاة الإنارة هو 5:39. نعم، وإذا على حسب هذه الصورة حسب ما قاله صحيح إذا أن القمر مرتفع قدر 4 درجات مثله في 5:49، لأنه قبل أن القمر أشرق قبل 8 دقائق من الغروب، وليس من الغروب قبل تقريبا من وقت هذه الصورة، وهو كان 5:39. إذا صدق الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني أن القمر أشرق عند الغروب 5:39. فحسب هذه الصورة الملهم أن التي أخذها كانت في الساعة 5:49، وارتفاع القمر كان 4 درجات، مما يدل أنه قبل 8 دقائق أي 5:39 عند غروب كان عند الغروب كان شروق القمر. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين وآلهم، والحمد لله أن نصر الحق ونصر الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. نسأل الله له التمكين في الأرض والفرج القريب لأمة محمد، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.